المسافات. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في درس جديد من دروس الهارموني عن حاجة مهمة جدا هنبدأ فيها وهنستمر لعدة حلقات. الحاجة المهمة ديت اسمها في علم الهارموني المسافات أو intervals. العلم بتاع المسافات دوت هو الأساس اللي اتبنى عليه أغلب قواعد الهارموني، فصحصح معايا كده عشان دوت درس مهم جدا. يعني ايه مسافات؟ مسافات مسافات، كان في مطربة غنت أغنية اسمها مسافات، بس مش هي دي المسافات بتاعتنا. المسافات اللي احنا بنتكلم عليها ديت هي المسافة ما بين النوتة والتانية، يعني المسافة ما بين الدو والري، المسافة ما بين الدو والصول، المسافة ما بين الصول شارب أو الجي شارب، ومسافة ما بين الدي شارب مثلا. فأي نوتين انت بتعزفهم واحدة ورا التانية، كل نوتين بينهم مسافة. لو عزفتهم مع بعض في الهارموني في بينهم مسافة برضو. فالمسافات اللي بين النوت ديت هي اللي بتخلي التون في ودني ليه طعم مختلف. هنشوف ازاي الكلام ده. اول مسافة هناخدها لو احنا اخدنا مثلا السلم السي ميجر. سلم السي ميجر زي ما احنا شايفينه دلوقتي سي دي اي اف جي اي بي، وبرجع تاني للسي. طيب بين كل نوتة والتانية في مسافة ليها اسم. اول مسافة هناخدها هنسميها المسافة الخمسة. الخمسة يعني ايه؟ يعني خمس درجة من السلم. اول درجة دو، تاني درجة ري، تالت درجة مي، رابع درجة فا، وخامس درجة صول جي. كأنك بتطلع بالظبط سلم، سلم بتاع البيت، درجة ورا التانية. فمن السي للجي، من السي للجي. طب اسمعنا، انت اخترت الصول، يعني ايه دي واسطة يعني دي ولا ايه؟ لا، الجي دي من اهم المسافات اللي انت لازم تعرفها في حياتك الموسيقية. ليه؟ بيسموها المتسلطة، the dominant، المتسلطة. يعني ايه متسلطة؟ يعني مسيطرة، يعني الكورد بتاعها حتى كمان بيسموه الكورد الدوميننت، المتسلط. يعني مع سي ميجر، جي ميجر قوي وراسخ وواثق من نفسه ومتسلط، وعاوز يرجع تاني للسي ميجر، عايز يسأل السؤال ويرجع الرد بتاعه. الجي او الخمسة او المتسلطة المسافة بتاعتها بالظبط من السي، لازم نحسبها، من السي للدي تون كامل يعني نصين، ومن الدي للإي تون كامل يعني نصين، ومن الإي للإف نص تون، يبقى اتنين ونص. انت بتعد معايا ولا ما بتعدش؟ طيب، ومن الإف للجي تون كامل عشان في بينهم مفتاح اسود، فيبقى المسافة ما بين السي والجي 3 تون ونص. 3 تون ونص دي بيسموها perfect fifth او الخمسة التامة، الخمسة المثالية، الخمسة التامة، perfect fifth. perfect fifth ديت لو انا عملت الكورد بتاعها، الكورد بتاع الجي، كورد سي سي اي جي. ايه ده؟ هي الجي معايا كمان في كورد السي. دي الخمسة بتاعت السي، فاخر اي كورد لازم هيبقى الخمسة، اخر اي كورد هيبقى الخمسة، النوتة العالية بتاعته. طيب لما انا اجي اعمل الكورد بتاع الجي نفسه، النوتة بتاعت الجي، جي بي دي، ان انا بعدي نوتة واخد النوتة اللي بعدها، اعدي نوتة واخد النوتة اللي بعدها، جي بي دي. بين الجي والدي، طب نحسبها كده، بين الجي جي وبعدين الاي، ادي تون كامل، اي للبي تون كامل، فعندي الاثنين تون لغايه دلوقتي، بتعد معايا ولا ما بتعدش؟ وبعدين من البي للسي نص تون، ومن السي للدي تون كامل، 3 تون ونص. المسافه البيرفكت فيفث ده اللي احنا بنقول عليه، بيرفكت
fifth الخمسة التامة أو الخمسة الكاملة. طيب لما أنا أجي أعمل الكورد بتاع الخمسة الكاملة ديت اللي هو الجي ميجر وانزل تاني على السي ميجر، دي بيسموها القفلة التامة. القفلة التامة، القفلة التامة دي بتبقى القفلة في نهاية أي لحن. فأنت تيجي تعمل اللحن بتاعك عباره عن كوردات تنزل على السول، يبقى انت عايز ترجع تاني على الدو وتقفل اللحن وتنتهي الجملة الموسيقية، او ينتهي اللحن كله او تنتهي المقطوعة كلها. خمسة لأولى، الكورد بتاعي عند الخمسة، الكورد بتاعي عند النوتة الأولى. صوتها ايه الخمسة التامة دي؟ طيب نجرب، ما احنا قلنا السول والدو، الدو والسول بتاعتها، ادي دو وادي السول، سي جي سي جي. وانا هحفظها؟ اه هتتحفظ، هتحفظها بالظبط زي ما احنا حفظنا السي والدي والاي والاف والجي، النوت دي واسمائها ومكانها على المدرج. انت هتحفظ المسافات دي بتؤدي لايه، السي تؤدي للجي والبي بتؤدي للاي وهكذا. لازم تحفظ انت الاف تؤدي للسي، فانت لازم تحفظ المسافات يعني بالحروف كده ودنك تاخد عليها، عشان احنا هنعملها اما نيجي نعملها على الجيتار. طيب هل في طريقة تانية ان انا اعرفها من غير ما انا بقى اقعد ادور؟ طب النوتة دي سي وبعدين الخمسة بتاعتها تبقى جي، ادور على اي جي بقى واعملها؟ اه في طريقة تانية، ان انا هبص على شكل صوابعي على الفريد بورد ما بين على الاوتار الاربعة الاولانيين اللي فوق دول اللي هما الغلاظ. اي نوتة لو جيت بعدها بتون كامل ونزلت وتر واحد دي الخمسة بتاعتها. اي نوتة بتحرك نوتة جنبها وانزل وقطر تبقى دي الخمسة بتاعتها. طيب امال الوترين اللي تحت دول ايه؟ الوترين اللي تحت مع بعضهم نفس القاعدة، سي جي جي اي. الله، طب امال بقى الوتر اللي هو السول بتاعنا، وتر السول بتاعنا مع وتر السي، القاعدة بتاعته ايه؟ خلي بالك احنا الوترين اللي تحت دول متحركين ناحية البريدج كده نص تون، فدايما بتبقى زود نص تون عليهم، فبدل ما تلعبها بالصباع ثلاثة هتلعبها بالصباع أربعة اللي هو الزغنطوط، سي جي دي ايه دي ايه بي فلات اف بي فلات اف اي 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 اي. حاول وانت بتتمرن تقول التون بتاعهم الاثنين بصوتك، عشان لو قلتهم الاثنين بصوتك هتاخد على المسافه دي بودنك، ونبتدي نفهم شوية ازاي ندرب ودننا علشان بعد كده لما نعمل improvisation. فدي اول مسافة، ولما نعملها في الكورد خمسة اولى تحس ان خلاص كده مش عايز تقول حاجة تانية، خلاص خلصت. واشوفكم الحلقة الجاية مع مسافة تانية.